للوحمات الصبغية السرطانية وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى. خلونا نتابع التقرير والدرس. المعرض بشكل عام من المعارض الرائدة، أتصور المعارض النامية، عندنا مشاركة أكثر من 55 دولة، عندنا مشاركة أكثر من 4000 أو 6000 تقريبا يعني مهتم بهذا الأمر. توفر طبعا ما تحت مظلة واحدة، سقف واحد، جميع الأمور المتعلقة بموضوع الجمال والعناية بالبشرة والجلد والصحة في هذا الجانب، صحة الجلد بشكل عام. طبعا معرض دبي ديرما من اهم المعارض اللي بيحصل في دبي على مستوى الجي سي سي او حتى على مستوى الميدل ايست. حقيقه احنا كل سنه بنهتم انه نشارك بهذا المعرض، هو بيهتم بكل ما له علاقه بالتجميل. دبي ديرما من اهم المعارض اللي بتصير بالشرق الاوسط، كون البلد بيقدر يقتطب من جميع انحاء العالم، فبتلاحظ انه في محاضرين من امريكا، من اوروبا، من البرازيل، من كل بلاد العالم، زائد كل التقنيات الجديده والمهمه بتعرض بهذا المعرض. هالمعرض هذا احنا صار له 13 سنه، واحنا ياسين نشوفه ان كل سنه مع التقدم اللي ياس يصير في المدينه، حتى المعرض بعد ياس يكبر، فهذا اللي احنا ياسين نشوفه، يعني ياس نبين ان المعرض ياس يتغير وياس يتحسن الافضل وصير يصير اكبر. وهذا شو هذا يعني نوعا ما ينعكس على وجود دبي في منطقه يعني مناسبه لحصول هالمعارض هذه، وفي نفس الوقت حتى بعد الماركت بليس السوق اللي يعني ياس يكبر من هالنطاق هذا.